بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة أمل تشانل. النهاردة إن شاء الله هعرفكم على موقع مهم جدا. الموقع ده بيساعدكم إن انتوا تعملوا لوجو لشركتك أو علامتك التجارية أو لقناة اليوتيوب بتاعتك. أي لوجو انت محتاجه بيتعمل عن طريق الموقع ده وبكل سهولة وبخطوات بسيطة جدا. الموقع اسمه لوكا زي ما احنا شايفين كده. طيب احنا هندوس عليه. طبعا احنا بنعمل سيرش على اي متصفح عندك، هتعمل loca.com. ده الرابط بتاعنا، هندوس عليه بالشكل ده كده. اول حاجة هنعملها اللي هو اسم الشركة بتاعتنا. فانا مثلا هسمي الشركة، هاجي اسمي الشركة مثلا جرافيك ديزاينر، ده اسم القناة بتاعتي التانية، تمام. وهاجي اقول له جيت ستارت، وهاجي اختار مجال الشركة. فانا عندي مجال الشركة انا مثلا اختار اركيتكشر، وممكن تاني اقول له ارت، يعني ممكن اختار اكتر من واحدة. انا بكتب بعمل كوما بكتب اللي انا عايزاه، تمام. واجي اقول له كونتينيو. هنا ممكن ان انا اختار من الشعارات الموجودة دي اللي هي زهرة، اختار منها اللي انا عايزة اعمل زيه، يعني انا عايزة اعمل زي شكل معين زي ده كده مثلا، تمام. ممكن انا اختار الاشكال زي الشكل ده كده، مجرد ان انا بديله فكرة على اللي انا بفكر فيه. ممكن ان انا اقول له سكيب لو انا مش عايزة، تمام. واجي اقول له هنا كونتينيو. هنا بختار الالوان، برضو بديله الالوان اللي انا ممكن ان انا احتاجها، او بخليه هو يعمل لي الالوان. لو انا بخليه هو بقول له اسكيب. طيب انا مثلا عايزه مثلا يبقى فيها بلو جراي يلو بالشكل ده كده، مثلا اخترت ثلاث الوان، واجي اقول له كونتينيو. هنا خلاص كتب لي كومباني نيم جرافيك ديزاينر، وهنا ده اختياري، تمام. هاجي اقول له كونتينيو. هنا ممكن ان انا اعمل سكيب، وممكن ان انا اختار برضو المجالات. عندي اركتكتشر انجينيرنج انتيرير، الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها، اي حاجة من الحاجات دي، هاوس مثلا بيلد لو انا عايزة اختار. لو مش عايزة اختار بعمل سكيب، بعدين بعد كده اقول له كونتينيو. هو دلوقتي هيحمل لي اشكال لي الشعار اللي انا عايزاه. ادي اكتر من شعار اهو، جرافيك ديزاينر زي ما شايفين كده، شايفين ادي الاشكال. ممكن اقول له جينيريت مور لوجو بالشكل ده كده، شايفين بيديني اختيارات كتيرة. تمام. انا مثلا عجبني الشعار ده كده، هاجي اقول له سي اوبشنز اند كاستمايز، بدوس عليه كده اهو بيديني الشعار اهو. لو على موبايل بيبقى شكله عامل ازاي، شايفين يحطهولي في كل حاجة اهو. على تيشيرت بيديني شكل الشعر هيبقى عامل ازاي. هنا ممكن ان انا اغير الحرف السي ده، ادوس كده هديني، انتوا شايفين اختيارات لحرف السي، اشكال تانية لحرف السي بالشكل ده. ممكن اختار اي شكل منهم انا عايزاه، مثلا اخترت الشكل ده كده اهو جرافيك ديزاينر، تغيير الاسم شايفين اهو بالشكل ده كده، وبرده بيغيره لي هنا. يعني انا ممكن اغير في الحاجات دي كلها. ممكن انا اعدل على الكتابة من الجزء اللي فوق ده، ممكن هنا الباك جراوند، شايفين غير لي الباك جراوند اهي الوان تانية. لو انا عايزة اغير الباك جراوند اهي بيديني الوان من فوق، بختار اللي انا عايزاه. بعد ما بخلص خالص ممكن انا اعمل له شير على اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، او اعمل له داونلود، وده بيكون بفلوس، ان انا بشترك بفلوس. لو دوست هنا كده ادي الاشتراك بفلوس لو انا عايزة اعمل داونلود.
كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.